سؤال ب 30 نقطة رياضة، والسؤال هو في أي رياضة قتالية حصل اللاعب المصري تامر بيومي على الميدالية البرونزية في أولمبياد أثينا عام 2004؟ ما خدتيش رأي حد. إجابتك؟ رفع أثقال. رفع أثقال بقت قتالية؟ جديدة دي، صح؟ إجابة إيه؟ خاطئة. لا مضحكة. إجابة مضحكة بالظبط كده. لا الخاطئة قال أنا أقدر أعديها دي، دي قتالية. في إجابة ولا فيش إجابة؟ عمر تايكوندو. عمر قبل ما أقول لك إجابتك صح ولا غلط، معانا النهاردة اتنين أفضل لاعب بسبعين نقطة، فاطمة خلف وشهد تامر. عمر ناجي تايكوندو بتلاتين نقطة، إجابة صحيحة. تايكوندو الإجابة الصحيحة. كده النتيجة 85 نيو فيجن الشرقية، 170 نبوية موسى اسكندرية. نيو فيجن هارد لك النهاردة من شومكو. كلنا نحيي مدرسة نيو فيجن. مدرسة نبوية موسى تستحق فعلا الوصول لدور الثمانية. ألف مبروك مدرسة نبوية موسى. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 255 نقطة، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 1,275,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 11,315,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. نيو فيجن هارد لك مدرسة نبوية موسى. ألف مبروك مدرسة نبوية موسى. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. برنامج العباقرة مع الروائي عصام يوسف من الخميس للسبت في الساعة 6 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.